اهلا بيكم معانا حلقه جديده من سفره طبيعه فضاء البلد معاكم توته مراد. هنعمل النهارده وصفه اقتصاديه وموفره وسريعه وطعمها حلو جدا، ونعمل جنبيها نوع سلطه يمشي معاها شويه. هي يعني قريبه ممكن نقول من الكوبيبه، لكن طريقتها يعني اختلاف بسيط ان هي مش بتكون محشيه، فبالتالي انا عندي كميه لحمه قليله قصاد برغل كتير. هي كفته البرغل سهله جدا وبسيطه، طعمها روعه، تقدري تسويها قلي او تسويها في الفرن او تشوحيها في طاسه مع شويه زيت، يعني بصراحه تقدري تسويها باي طريقه. طيب تعالوا نسميه بسم الله ونشوف مقادير الكفته بالبرغل، وهنعمل كمان جنبيها شويه تبوله زي ما بناكلها بالظبط في المطاعم اللي بتقدم الاكل الشامي او الاكل السوري. طيب مقاديرنا عباره عن ايه؟ معايا كوبايتين من البرغل، معايا ربع كيلو لحمه دسم قليل، مش عايزه يكون دسم كتير، يعني 10% هيكون كافي جدا، مش عايزه الدهون الكتير، ممكن تخليها تفك معايا. معايا بصله مفرومه، والبهارات بتاعتي بقى كباب صيني وقرفه، بهارات لحمه، ملح وفلفل اسود، بصل باودر وتوم باودر، وشويه بابريكا. وطالما مستخدمه بصل عادي، بصل فريش، هحط البصل الباودر قليل شويه، ممكن ازود شويه في التوم لاني مش حاطه في العجينه بتاعت الكفته ذات نفسها توم. تمام. معايا بقى الخلطه للتغليف، انا مش هعمل بيض وبقسماط ولا هعمل دي ولا هعمل حاجه من الكلام ده، لكن الفكره ان انا عايزه الكفته بتاعتي يطلع شكلها من بره ناعم جدا. فده هيكون بايه؟ بان انا هعملها خلطه عباره عن ميه ونشا بس، هتديني طعم ولون من بره حلو جدا عن لما اقليها على طول بدون الخلطه دي. عندي كمان في المقادير ربع كوبايه ميه متلجه، ودي تكه بقى هتخلي الدهون عندي تربط جوه الكفته، فبالتالي هتلم معايا على طول، مش هحتاج ازود نشا، مش هحتاج ازود دقيق، مش هحتاج ازود بقسماط ولا بيض ولا اي حاجه من الكلام ده. طيب التبوله بقى مقاديرها عباره عن ايه؟ معايا بقدونس مفروم، بقدونس كتير، حبه بقدونس حلوين. معايا نعناع مفروم، بصل مفروم، طماطم متقطع صغنن خالص، نص كوبايه برغل منقوع ومتصفي كويس جدا، عصير ليمون، زيت زيتون، رشه ملح، رشه فلفل اسود، وشويه دبس رمان، وخلاص ما عنديش اي حاجه ثانيه. مقاديري النهارده سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه، بس في الاخر هلاقي نتيجه حلوه جدا. فكره الكفته بالبرغل مش هقول قريبه شويه من كفته الرز، لكن الفكره انها بترمي معايا كميه حلوه، يعني اقدر ان انا الوصفه بتاعت النهارده اعمل منها كميه واشيلها لرمضان ان شاء الله، يا رب يدخل علينا كده بالخير والسعاده على يعني الشعب العربي كله. فدي من الحاجات اللي ممكن تتفرزن، يعني ممكن انا اعمل كميه بقى كيلو 2 كيلو واشيلها عندي في الفريزر، وقت ما عاوز اقدمها هطلعها اسيبها تهدى شويه وابتدي ان انا اقليها او ادخلها الفرن تستوي. انا بالنسبه لي هفضل ان انا اعملها مقليه لاني هشكلها شبه الكوبيبه شويه، لكن مش هتتحشي. تقدري ان انت تحشيها، بنعملها خلطه لحمه مع الصاجه مع شويه قرفه، شويه جوز الطيب لو حابه، شويه كباب صيني مع بصلايه، كل ده يتحمر مع بعض، وفي الاخر قبل ما بقفل بزود شويه دبس رمان، ولو عندك شويه حبه صغنين خالص عين جمل او صنوبر، بس هو يعني سيبكم الصنوبر لانه غالي جدا، شويه عين جمل، فول سوداني، والله هيمشي برده، مش هيقول لا. اقدر ان انا احشيها الخلطه دي واعمل نفس كاني بعمل الكوبيبه بالظبط، يعني هي المقادير قريبه، ما فيهاش اي حاجه صعبه، بس الفكره ان هي هترمي معاكي كميه كبيره.